صباح المدرسي؟ ترجعوا الضيع ولا لا؟ أما ترجعوا إن شاء الله؟ إن شاء الله. أنا من قرية الريان، اسمي أبو كامل. طلعنا من القصف ولوين رايحين ما بنعرف، حقنا السير مثل ما ماشي مشينا وراه. جينا لهون والله في قرايبيننا هوني، طلعنا شوية أغراض، ابن عمي أعطاني شقفة الباص عنده، حطيت أغراضي فيا وبيرك فيها متأوي فيها هلا. وأنا عندي إعاقة في إجري وما بشتغل شيء، بشتغل شغلات على الخفيف ولحتى الله يفرجها بحان علينا ونرجع بيوتنا. وضاقت علينا الدنيا، يعني ما ضل معي حق خيمي، يعني عنده ابن هون ابن عمي عنده باص عطلان، حطيت شوية الأغراض فيه وقويت الأجين فيه لحتى الله يفرجها. كنا احنا ساكنين بريان ونزحنا من القصف، صار يضرب علينا الجيش ونزحنا، ونحن هلا هاي سكننا بالباص، الله يفرج علينا. عندي 6 أولاد، عندي أمينة وعندي كمال كانوا يروحوا على المدرسة، ومن المشاكل لا راحوا ولا جو من اليوم اللي نزحنا لحد الآن. بنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرجعنا بيوتنا ويرجع العالم كلياته لبيوته، ونتمنى الله يفرج على أمة سيدنا محمد جميعاً.